يا خوفي يا بديعة، يا خوفي يكون الشغلة اللي عاملينها شغلة كبيرة ها وما بيطلعوا منها قبل 5 6 سنين. معقول مشان هيك شغلة يحبسوا البني آدم 5 6 سنين؟ يا أختي إذا ملك الحكومة معناها تقيلة الشغلة، وإذا الحكومة بنحلق شواح ما بتسكت. تيبان ما تواخذوني، ما كنت عارفه انه بديعة عنا. عم نتسلى مع بعضنا شو فلتوكو؟ فين حطيتي دنكات الموزو؟ طلعي انت شوفي بسرعة، دخلتيني. الحمد لله على السلامة. ما فيني سلامة هلا بشكل فراري، بس نرجع المازوتات بعد الحمد لله على السلامة. بعدين لا لو اختي ما بيطلع لنا صحن مكدوس بعد التعبة. لك حبيبي ما تقول فول لحتى يصير بالمكيول، بس نقول له الحمد لله على السلامة بتعميك صحن مكدوس. يعني بيطلع لي صحن مكدوس؟ بيطلع لك لك. يلا يلا. يعني شو اللي جبرك على هالشغلة؟ ما كنت أعرف. لو ما معنا مصاري كنا حكينا. تناوة نفس شو بعمل لك؟ ناولوني بدون تاني، هاتي لشوف. بيطلع منه شي هاي؟ لا عم ما اخشى معك هلا مش هون بدون رح يحسوا هون. اذا ما حدا فزنا